مساكم سعيد ويا رب دايما ايامكم كلها خير وصحه وعافيه ودايما كل الامنيات الحلوه من الستات لمشاهدي الستات ويومك سعيد. يوم في صباح الفل عليك يا سوير، صباح الفل على كل مشاهدينا، يومكم ان شاء الله يبتدي بخير وكلكم تبقوا بصحه وسعاده. تحياتي حضرتكم. البرد البرد البرد، انا بكره البرد. على كل حال في ناس طبعا بتحب هذا الجو وبتشوف ان هو جو رائع، لكن في البرد في ناس بتتألم جدا، انا منهم ما بحبش البرد. لكن في البرد دايما بيجي لنا سؤال هناكل ايه النهارده، ودايما اول ما البرد يقول انا موجود احنا بنقول يلا بينا على شوربة العدس. يعني اذا حضر الشتاء حضر العدس. العدس اكله مفضله بالنسبه لي. العدس وشوربة العدس من الاكلات المفضله للمصريين كلهم، زي ما سهير كده بتقول الشتاء ضربنا على وشنا بالقلم، يعني زي ما اقول صحصحنا مره واحده ظهر، فابتدت كتير كتير من البيوت نبتدي نشم ريحه شوربه العدس الرائعه، العاده المصريه الفرعونيه الاصيله. عايزه اقول لكم على حاجه، ناس كتير جدا كانوا فاكرين ان شوربه العدس من الحاجات السوريه، يعني ليه؟ لان العدس العدس موطنه سوريا. لكن في حقيقه الامر المؤرخين والناس اللي بيؤرخوا في التاريخ اكتشفوا ان حقيقي سوريا بتزرع العدس، ولكن شوربة العدس والعدس اصلا اوريجينالي من ايام الفراعنة، وبدليل انهم لقوه مرسوم على الجدران في احدى القرى اللي كانت مشهورة جدا بزراعة العدس. فاذا العدس مصري 100%، واحنا نعشق شوربة العدس. احنا بنحب ناكل العدس بكل اشكاله، يعني احنا شعب العدس بالنسبه لنا ناكله زي الرز عدس كده وماشي مع بيض، ده اسكندراني. ناكله شوربه عدس مع البهارات وطماطميه معاه ومضروبه فيه وحبه بصل مضروبين بيه فيه وفلفل اخضر، يا جماله. فاعتقد ان احنا اليومين الجايين دول محتاجين نستدعي شوربة العدس. العدس الليلة يوم عيده أغنية شهيرة عبرت عن مدى ارتباط المصريين بأكلة العدس ومكانته في كل بيت مصري. القدماء المصريين زرعوه من آلاف السنين وفضل مكمل معانا النهاردة ومكمل على طول، لأن هو في فوائد كتيرة، بيدي إحساس بالدفى، وزي ما مفيدة قالت كل المؤرخين منهم الدكتور مصطفى الوزيري اكتشف من سنتين في مكان أثري جديد في الأقصر لوحة من اللوحات اللي بتقول إن هنا يزرع العدس. وهيرودوت اللي بيعتبر أبو التاريخ أكد إن الفراعنة عرفوا العدس منذ عصر بنات الأهرامات لما كانوا بيزرعوه ويقدموه لعمال البناء. أنا بفكر جدا إني أخترع، أو مش أخترع، هي موجودة طبعا ناس كتير بيحبوا يعملوها، بس أنا مع شوربة العدس في الاختراع الجديد بتاع فتة العدس. فتة العدس دي موجودة من زمان، اللي هي الرز والعيش، العيش المحمص وحبه رز، لا وحبه رز، وبعدين يتحط بقى العدس، تغرق عدس كده وتاكليها، بس كلها لازم تتغرف في وقت واحد. يعني الفته العدس اللي انا بكلم عليها دي لازم تتحط وقت ما احنا هنطلع ناكل، وجنبهم شوربه العدس بقى مع بعض. الله حلو، عمار يا مصر. برضه على كل حال فتة العدس برضو من الحاجات الموجودة والحاجات الحلوة والحاجات الصحية، فيها بروتين نباتي، فحاجة حلوة. العدس في حد ذاته شيء حلو، هو ممكن يهون علينا البرد وأفعاله، بس وجبة كلها بروتين طبعا. العدس مليء بالبروتين، فإحنا مش محتاجين ساعتها اللحمة والفراخ، وناكل عدس بس. ودي كتير من بيوت إحنا منهم، كلنا بنعمل الحركة دي على فكرة. احنا كل ما بنكبر في السن فكرة ان احنا ناكل لحمة وفراخ انا ببتدي تحس في ناس انا قصدي مش بنكبر في السن، بتقل. لا
فهي بتكبر. انا من الناس اللي يعني السن على النازل، هي على الطالع. انا قصدت انا قصدت انا غلطان انا أيوة. اسات التعبير. اشمعنى في هنا بتعملي جمع؟ خليها. انا لما بكبر في السن الفتره اللي فاتت دي ابتديت احس ان انا لا نفسي اكل لا لحمه ولا فراخ. هل دي ظاهره بتحصل ليا؟ ليا لا هي كده زي في السن ولا هل هو ايه؟ عايزين نسال النهارده الكونسلت ده. قصه صحيه يعني، انا قليل جدا لما باكل لحمه فده طبيعي. دي تقريبا دي قصة لحمه انا مش باكل لحمه، لكن الاسماك هي البديل. ولا حتى اسماك؟ لا انا انت بتحبيش الاسماك ده طبيعي، بس انا باكل الاسماك ده الاساسي، اللحمه قليل جدا. انا بس ايه اللي انا بستغربه له؟ الفراخ. انا كنت باكل ممكن فراخ بانيه، فراخ محمره، لا حتى. طب كويس انت بدات تعملي حاجه صحيه، ما هو سواء ده او ده أيوة مش أنا صحي. ما هو ده الاوتيك. الانتاج ايه بقى بالنسبه لي؟ ولا حاجه. اي سندوتش طعميه زي النهارده كده. الطعميه دي حاجه مقليه مش لا يعني انا بقول لك، ما انا لما مش هناكل كده ايه البديل الصحي اللي ينفع يخلينا ما نخسرش عضلات؟ لان سواء اللي انا اتعلمته في الدنيا ان البروتين من اهم الحاجات. فشوربه العدس، نرجع تاني لما رجعنا اللي انا كنت عايزه اقوله، ان اهتموا بشوربه العدس حتى لو مش بتحبوا اللحمه والفراخ، هي كافيه جدا 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 انها تعوض لكم البروتين اللي انتم محتاجينه. امبارح 25، امبارح كان اليوم العالمي لمناهضه العنف ضد المراه. في تقرير طلع امبارح بيكشف حقائق مثيرة جدا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. التقرير ده اترجم في أكتر من موقع مصري وبيأكد على أن أبرز أنواع العنف اللي بتمارس ضد المرأة هو العنف غير المرئي. إيه العنف غير المرئي ده؟ العنف اللي بيعتمد على سلوكيات غير جسدية لكن بيكون على شكل إيذاء عاطفي، زي الصمت العقابي والصمت الاقتصادي. يمضي ثلاث حاجات التقرير ده طلعهم، قالوا في ان المرأة بتتعرض للعنف بس مش بشرط انها تتضرب. يعني العنف اللي احنا بنتكلم فيه ده مش عنف جسدي، هو عنف معنوي. والتقرير قال ان العنف المعنوي دلوقتي في الايام اللي احنا فيه اصبح شيء خطير جدا على نفسية المرأة واحساسها بنفسها وقدرتها على ان هي تكمل حياتها. واكتشفوا ان العنف الغير جسدي اللي هم اللي سموه العنف الغير مرئي من اخطر الحاجات اللي ممكن تقلل من قيمة الست في وش نفسها. بمعنى اكتشفنا ان في ثلاث حاجات ليهم علاقه بالعنف الغير مرئي، اهمهم زي ما سهير قالت في الاول خالص اللي هو العقابي، الصمت العقابي. قالت ان في كتير من الرجاله بيقرروا انهم يعاقبوا زوجاتهم بان هم يصمتوا ويبقوا ماشيين في البيت ما يعرفوهمش وما يكلموش مع بعض. اكتشفنا من خلال التقرير ان ده يعتبر عنف موجه ضد المرأة، لأن اللي بيستعمل النوعية الصمت العقابي ده بيبقى غرض منه أنه يخليها يفضل قاعد ساكت مبوس في وشها لغاية ما هي تعتذر على شيء هي ممكن ما تكون شايفاه أن هي عاملة غلط، ومع ذلك لازم تعتذر عشان تحاول تقضي على مشكلة العنف الصمت العقابي. فده بيؤدي نفسيا لشيء مش حلو، كرامتها ومشاعرها. والمتخصصين بيعتبروا أن ممارسة الصمت العقابي ده مؤشر أو علامة من علامات العلاقات الزوجية السامة. نيجي للحاجة تانية الأهم، الحاجات أن هي لما ترتبطي بحد أو جوزك يقرر يعزلك عن العالم، اللي هو ما تكلميش دي، ما تزوريش أهلك، ما مش عايز اصحابك، خرجيش مع مش حابب صحبتك. مش حابب الجاذرنج، لا تقعدي في البيت، لا ما تنزليش. في كتير من الستات بيحكوا لنا ان دي تعتبر مشكله من المشاكل بيواجهوها في حياتهم الزوجيه. اكتشفنا في التقرير الصادر السنه دي ان ده يعتبر عنف من طرق العنف الموجهه ضد المراه، ان مش مفروض ان الراجل يعمل كده في الست، مش مفروض انه يعزل زوجته عن اصدقائها، قرايبها، اخواتها، اصحابها، ان ده شيء خطير جدا. العنف الاكثر شراسه من وجهه نظر ناس كتير جدا ومن احساس المراه في الواقع هو العنف الاقتصادي. العنف الاقتصادي ده نوع من الانواع
العنف غير المرئي واللي بيمارس ضد المرأة وبيخلي الست معتمدة ماليا على جوزها ويمنع عنها الفلوس بطريقة متعمدة أو يرفض يديها فلوس تشتري اللي هي عايزاه بحجة إن هو اللي عارف إيه مهم وإيه مش مهم ويويلها لو طلبت مصروف شخصي. العنف الاقتصادي من أشرس الحاجات اللي بتمارس ضد المرأة. أنتوا عارفين معنى إن الزوج يتعامل مع الزوجة أو يعرضها لفكرة العنف الاقتصادي ده معناه إيه؟ قلة الحيلة. قالوا في تقرير إن الست لما بتتعرض للعنف الاقتصادي يعني مش ما عندهاش حرية اختيار إنها تنزل تنقي حاجة هي نفسها فيها. تخيلوا مع مرور الوقت إحنا كستات كل سنة بتعدي، كل شهر بيعدي، كل أسبوع بيعدي، أنت نفسك تجيبي حاجة لنفسك ومش قادرة وما عندكيش الإمكانيات، وفي شخص في البيت موجود معاكي أنت مجبرة أنك تتعاملي معاه ومجبرة أنك مستحملاه لأن هو حطك في دماغ أو دخلك في دماغه فكرة أنت من غيري مش هتسوي ولا حاجة، بدليل ومنع ان انت تشتغل. انا اللي باكلك، انا اللي بشربك، وانت ما بتشتغليش ذمه ماليه مستقله، فبتاخدي مصروفك مني، انا بحدد ايه المهم وايه اللي مش مهم تشتريه، لا رغباتك اركنيها على جنب، المهم الحاجات الاساسيه الاكل الشرب اللحمه الفراخ النور الكهرباء العيال. منتهى القسوه اللي ممكن تتعرض ليها المراه. عشان كده بعد ما قرينا التقرير ده لو تفتكروا انا وسهير هنا في الستات وقبلها في الستات ما عرفوش يكذبوا كنا دايما حريصين على كلمه واحده بنقولها لكل ست تتفرج علينا النهارده. الاستقلال المادي مش معناه انك تروحي تطلقي من جوزك، لكن من حق كل ست تتفرج علينا النهارده ما بتشتغلش او ما عندهاش استقلال مادي انها تفكر جديا انا محتاجه اعمل مورد رزق لنفسي، لاستقراري النفسي، لاستقراري الشخصي، عشان احس ان انا مش شخص اعتمادي على الاخرين اي نوع. يا جماعه في ستات كتيره جدا بتقابلني تقولي احنا بنسمعك وانت بتتكلمي عن ان احنا لازم نستقل ماديا، نعمل ايه؟ انا بقول لهم انا شفت قصص، اقسم بالله شفت قصص نجاح لستات ابتدوا بعمل كيكه، اقسم بالله كيكه في البيت، الكيكه دي نزلتها على السوشيال ميديا، ناس كتير حبوها، طب تعمل ايه؟ قررت ان تبيع الكيكه دي اونلاين، باعتها مره في اتنين في ثلاثة، أصبحت ليها اسم، بقت هي المورد الأساسي للكيك الحلو الست دي، وابتدت يبقى عندها دخل كبير، وابتدت ربنا إنها تحس إنها مش محتاجة حد. عشان كده بقول لكم دايما دايما بنفكر إحنا نقدر نعمل إيه، وما تستهونوش باللي أنتوا بتقدروا تعملوه، مفيش ست في الدنيا ما عندهاش حاجة هي متميزة فيها. ممكن اي شيء بسيط انت عندك مهاره فيه او تشتغلي عليه، ان يكون عندك مهاره ويكون عندك معلومات انت تقدري من وانت في البيت من غير تقصير في البيت، لو انت مش بتشتغلي بره البيت ان انت تقدري تعملي مورد دخل ليكي يحسسك بالاستقلال، لان في ستات كتير جدا بترفض الاساءه والاستغلال، وفي ستات بتقبل حياه مليئه بذل وقهر. ما تقبليش الذل والقهر، مش تطلقي، لا انت تشوفي حاجه عندك تقدري تتجاوزي بيها هذا الذل، تقدري تعملي بيها كيان لنفسك، تقدري تعملي بيها استقلال مادي واقتصادي لنفسك، وهتلاقي بأبسط الحاجات ممكن ان انت تعملي مشروع متوسط بسيط يكبر او يفضل بسيط، بس هو بيحقق لك جزء مهم من احتياجاتك النفسية لما يكون عندك اقتصاديا او يكون دخلك فيه دخلك الاقتصادي موجود ليك انت، حتى لو مش دخل كبير بس فيه دخل موجود. بنتمنى لكل الستات انهم يعيشوا في امان وسلام في بيوتهم وبرا بيوتهم، وما يشوفوش اي نوع من انواع العنف لا مرئي ولا غير مرئي ان شاء الله. وبمناسبة المرأة والعنف، في للأسف تقرير طلع من الأمم المتحدة بيؤكد مقتل امرأة كل 10 دقائق بأيدي شريكها أو أحد أقاربها. يعني في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة طلع كل الحاجات دي. التقرير ده من الأمم المتحدة كشف أن 140 امرأة وفتاة بتموت كل يوم على إيد حد من الشركاء أو الأقارب القريبين، يعني في الدائرة القريبة زوج عم خال
جوز ام، ده اللي هم بيحاولوا يشرحوه لنا، ان ال 140 فتاه في العالم ده كل يوم بتموت بسبب عنصريه شخص ما في حياتها بفكره ان هي ست، فبيحصل خناقه او بتحصل انهم بيقرروا ان هم دايما يعتدوا على هذه الفتاه ان كان بالضرب بالزق، وبيحصل الحادثه من هنا. عشان كده بس احنا حابين ننوه ست كل 10 دقايق في ست بتتقتل، شيء قاسي جدا. التقرير قال ان 60% من جميع جرائم قتل الاناث في العالم بيرتكبها شركاء او افراد الاسره، وان العنف ضد المراه لا يزال منتشر بنجاح عظيم على نطاق واسع، واللي بقى ظاهره عالميه بتتجاوز الحدود والوضع الاجتماعي والاقتصادي والفئات العمريه. المديره التنفيذيه لمكتب الامم المتحده للمخدرات والجريمه دكتوره غاده والي اللي بنحييها، نموذج مشرف للمراه العربيه والمصريه، قالت ان تقرير جرائم قتل النساء الجديد يسلط الضوء على الحاجه الملحه الى انظمه جنائيه عادله قويه تحاسب الجناه مع ضمان الدعم الكافي للناجيات بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة. وفي الوقت ذاته علينا مواجهة يعني فكرة التفكيك التحيزات الجنسية واختلال التوازن في المعايير الضارة التي يعني بتخلي العنف ضد المرأة شيء عادي. ده مش شيء عادي، لازم يبقى عندنا ثقافة مختلفة ضد الثقافة السائدة. من العنف ضد المرأة إلى امتنان وموقف رائع، إن يبقى في عندنا طلاق متحضر ويبقى في عندنا علاقات متحضرة بعد الانفصال، لأن ممكن أكون أنا حد كويس جدا والشريك حد كويس جدا، لكن إحنا مع بعض مش كويسين، لكن كل حد فينا لوحده هايل ورائع، فما نقولش ده العيب في الست أو العيب في الرجل. عشان كده كان في حالة من الاستغراب لما شافوا إن في ست بتشكر طليقها وحطت المنشور ده على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبقى حديث السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا علشان هي بتعمل فعل امتنان وشكر، ونسأل ليه بقينا بنشوف التصرفات الكويسة العادية السوية ونستغربها ونقول يا لسه في ناس بتعمل كده. الفكرة في ان الست دي لما كتبت او لما بقى يعني كتبت البوست ده لجوزها، هي بتشكره طلقها. ان طلقها يعني، هي واضح ان كان عندها مشكلة وهو كان اول واحد وقف جنبها في المشكلة دي، فبتقول له يعني انت ابن اصول وانت الملهوش اي علاقة بفكرة ان احنا متطلقين او الخلافات اللي كان بيننا، لكن انا عايز اقول لك الف شكر ومرسي وهكذا. الفكرة في ايه بقى؟ واحدة من الناس اللي كتبوا لها كومنتس قالوا لها طب انت بتكتبي كل ده عشان خاطر عايز ترجعي له، طب ما ترجعي له وما تقولي له انك عايز ترجعي له. فكرة ان احنا دايما بنقرر عن الاخرين احنا ليه عملنا العمل ده، او يعني انت شارلوك هولمز زمنك واوانك، بحيث ان انت مقرر ان الست دي كتبت البوست ده علشان مش علشان تشكر جوزها، لا ده عشان خاطر هي عايزه ترجع له بس مش عارفه طريقه ترجع له، فقررت انها تكتب له البوست ده عشان ترجع له. عشان من انت؟ لا احنا بندخل في افكار الناس واحنا اوصياء على حياه الناس وعلى افكارهم. هي الست كتبت ان احنا لو اختلفنا في الحياه الزوجيه، بتقول ان هي بقالها 15 سنه شافتش معايا غير الخير، ولو اختلفنا في الحياه الزوجيه هتفضل صاحبي واب ولادي، ربنا يوفقك في حياتك ويسعدك يا رب. ملوش اي علاقه بالحياه القديمه اللي كانت. انا عايز اقول لك على حاجه، هي ردت في البوست قالت ايه؟ ان ابو ولادها، فكره ان يبقى عندنا ست متحضره بتشكر ابو ولادها على موقف هو عمله معاها وهي مش مراته، ده هو مطلقها، ده يعزز العلاقه ما بين التلات اشخاص، الام والاب والولاد، ما يحسوش دايما ان الاب منبوذ، ما يحسوش دايما ان الام متضايقه من الاب. ده منتهى الذكاء جدا في اي موقف ايجابي بيعمله معاهم، ويحسوا ان هم عندهم ابوه موجود. لا وهيقدروه اكتر وهيحبوه اكتر وهيمتنوا ليه اكتر. فكره الاصل الطيب، حتى لو بنختلف بادب، بس هو المهم الاصل الطيب. ولاد الاصول بيعملوا ايه؟ هي بتقول ان هو اول واحد لقته معاه في مشكلتها
واصر ان هو يفضل معاه لغايه ما يحلها، وبالتالي بتقول له شكرا يا ابن الاصول ربنا يخليك لاولادك. ايه الناس بدل ما تقول يا رب النموذج ده يتم استنساخه ونعممه، شككوا في نبتدي بقى ان احنا شككوا في المسج وقالوا لها ده انت عايز ترجعي له، والتانية طب يلا طب ليه طلقته؟ كلام سخيف وردود وكومنتس فاضيه لناس رايقه. يعني احنا عايزين نقول للست دي، احنا ليه احنا بس بنقول الخبر ده؟ عايزين نقول لها انك انت ست محترمه جدا، قدوه حقيقيه لامراه قويه بمنتهى الشجاعه. احترمتي جوزك وابو ولادك وشكرتيه على شيء ممكن ما يكونش هو واخد باله ان هو كان واقف معاكي، وانك انت مهتميه او ان انت مقدره فكره ان هو كان واقف معاكي، فتحياتنا ليكي. ونأسف لأن المواقف الحلوة دي اللي بقينا بنشوفها حاجة نادرة لما الناس تتطلق، ما بنشوفش غير محاكم الأسرة وخلاص. لا، احنا لسه في ناس ولاد أصول. تحية للست دي وتحية للطليقة، وربنا يبارك في ولادكم ويكبروا ويكبروا ويطلعوا أشخاص أسوية إن شاء الله. آخر حاجة عايزين نقولها، امبارح حصلت حاجة مزعجة جداً. في لانش غرق في البحر الأحمر، ومدينة مرسى مطروح شهدت حادث مأساوي أثناء رحلة غطس في ميناء بورتو غالب. كان عليه 44 راكب، منهم 13 مصري و21 أجنبي من جنسيات متعددة. حتى الآن تم إنقاذ 28 راكب، ولسه عمليات البحث مستمرة. رحلة كانت المفروض تستمر اليوم الجمعة اللي جاي، لكن انتهت بشكل مأساوي لأن حصل موجة كبيرة جدا ضربت اللانش بشكل مفاجئ. ده شاهد عيان، شهود العيان هم اللي بيقولوا كده. كل الناس بتسأل يعني المركبة أو اللانش مواخد تصريح وصلاحية ان هو يشتغل لمدة سنة، وان الناس كلها بتقول والله لا هو اللانش ما فيهوش حاجة غلط. وشاهد العيان بيقول او شهود العيان كلهم اجمعوا ان هم في وسط البحر موجه كبيره عاليه جت قلبت المركبه. سوء حظ مؤكد، مؤكد سوء حظ، لان احنا عندنا في المنطقه دي في مرسى علم ملايين او الوفات من الرحلات اللي زي كده بتتاخد كل سنه، والسنه والشهر ده يعتبر من الشهور اللي الجو فيها بره بيبقى ساقعه، جوه عندنا بيبقى حلو تقدر تنزل ميه لو انت واخد على كده. فهو اكيد 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 سوء حظ، ولكن احنا لغايه دلوقتي كل الاخبار اللي وصلنا، وان شاء الله ان شاء الله يلاقوا ال 16 مفقود الباقيين. احنا انقذوا 28 راكب ولسه ال 16 بيدوروا عليهم. ان شاء الله على اخر النهار نقدر نعرف اي اخبار ويزيد العدد ده، ونقدر ان احنا كل الركاب ينجوا ويطلعوا بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله الجهات المختصه بتعمل تحقيق موسع لمعرفه ما اذا كان هناك اخطاء بشريه او تقصير في تطبيق معايير السلامه، او ان الحادث قدري. بيتم استجواب طاقم المركب عشان يعرفوا التفاصيل والسبب الرئيسي وراء الحادث. القوات المسلحة والقوات البحرية شغالين على تمشيط المنطقة، بيبحثوا عن المفقودين بالتعاون مع السفارات المختلفة للجنسيات اللي كانت موجودة. بنتمنى الخير والسلامة للجميع، لكن هو السؤال، هو ممكن حد يغامر برحلة زي دي في جو متقلب زي اليومين دول؟ انت شايفاه جو متقلب، لكن هو في مرسى علم ما بيبقاش بالتقلب اللي انت فاكراه. الجو بيبقى حلو نسبيا، والناس كتير وسياح كتير بيبقوا حابين يطلعوا الرحله دي صيد، و في ناس ده من احلى الاوقات بتاعه الصيد. في ناس عندها مغامره باد لك، انا بقول بمنتهى الامانه باد لك باد لك باد لك باد لك بطريقه غير طبيعيه، لان في ناس كتير جدا بيجربوا رحلات زي كده وبيرجعوا مبسوطين وبيقعدوا مش عايزين يرجعوا، لكن حظ سيء وقضاء. لا، حتى لو الجو في البحر بس هنعرف طبعا، يعني ده انا بقول، لكن لسه احسن من محافظات تانية كتير. ليه اغامر برحله بحريه هقضي فيها عشان تسعاني دلوقتي؟ لا، هي فكره نفسها مش مجرد حاجه سريعه، مش نص ساعه وراجع، مش ساعه. انت مش واخده على كده، وانت فكره أيام البحر جوه البحر في جو متقلب زي ده مغامره رائعه. انت عمرك رحتي الاقصر واسوان بالمركبه؟ لا طبعا. رائعه
رائعه فكره الاقعاد على مركبه بالليل والنجوم حواليكي والبحر، بس الجو شيء رائع. ايوه بس لا. الجو اختيار التوقيت الشتاء بقى اصل مرسى علم مش شتاء. انا فاهمه بس برضو في تقلبات جويه. ايوه بس يعني عندهم بلوفرات وحركات. ابصي سبحان الله ده قضاء وقدر ولسه هنعرف التقارير ايه. احنا بنقول من عندنا لكن هنلتزم تماما لما التقارير تطلع، ولكن ان شاء الله. بس اهم حاجه ان 16 مفقود دول نعرف نلاقيهم باذن الله ويطلعوا بصحه وسلامه. نتمنى السلامه ليهم ويرجعوا بالسلامه لاهاليهم ولبلادهم. وعندنا حلقه مهمه جدا بنتمنى لكم فيها برضو السلامه ونعرف معلومات، والوعي دايما هو الحل. عندنا كونسلت رائع عن دهون الكبد وعلاقته بالقلب وبالسكر وبنوعيه الحاجات اللي احنا بناكلها. وفي انتظار اسئلتكم على صفحه الستات، ونطلع فاصل ونرجع نبتدي حلقتنا. التالي الكبد الدهني وطرق الوقايه منه. يعد الكبد من أهم أجزاء الجهاز الهضمي، ويؤثر مرضه بالسلب على كثير من أعضاء الجسم، كما يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة تهدد حياة المريض. ويأتي مرض الكبد الدهني من بين تلك الأمراض التي قد تصيب الكبد، وتشير جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى أنه يعني تكون الدهون داخل الكبد، والتي يمكن أن تؤثر بمرور الوقت على وظائفه وتتسبب في فيه. فما علامات الإصابة بالكبد الدهني وما أنواعه وكيف يمكن علاجه؟ وزي ما شفنا بالتقرير، الكبد الدهني أو دهون الكبد من الأمراض اللي بتصيب الكبد وبتأثر على باقي وظائف الجسم وبتسبب مشاكل كتيرة. ولو أهملنا علاج المرض ده بيحصل المشاكل الكبيرة دي لا قدر الله، ربنا ينجينا. من أبرز الأسباب اللي بتؤدي للإصابة بهذا المرض إن أنا أكون ماشي على نمط غير صحي في الأكل وطريقة الحياة، ده بالإضافة إلى عدم انتظام نشاط بدني أو مشي بيسبب خمول، وبالتالي بيحصل زيادة في الوزن واللي بيصاحبها مشاكل كتيرة جدا. ورغم خطورة مرض الكبد الدهني، لكن لو تم اكتشافه في مرحلة متقدمة بيكون من السهل علاجه عن طريق المتابعة مع طبيب متخصص. لكن يبقى أسئلة كتيرة، إيه هو مرض الكبد الدهني؟ إيه أعراضه؟ إيه أسبابه؟ إيه طرق علاجه؟ بيأثر إزاي على القلب؟ وليه السكر يعني تحديداً؟ في حاجات كتيرة جداً، وطبعاً التغذية جزء مهم، وعشان كده عندنا كونسلت رائع زي كل يوم ثلاث بنفخر بمجموعة من أطباء وعلماء مصر. منورانا النهاردة أستاذ أمراض البطنة والجهاز الهضمي والكبد الأستاذة الدكتورة منى حجازي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أسعدتينا ونورتينا. وكمان معانا الأستاذة الدكتورة أستاذ أمراض البطنة والسكر والغدد الصماء وعميد كلية طب قصر العيني السابق دكتورة منال مصري. أهلا بحضرتك. ومنورانا كمان استشاري الجهاز الهضمي والتغذية العلاجية دكتورة رانيا فتحي الصباغ. أهلا بحضرتك. ومنورنا أخيرا أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب جامعة القاهرة أستاذ دكتور هشام صلاح الدين طه. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم. وهبتدي على طول دكتوره منى، يعني ايه كبد دهني؟ وفي مقوله سمعتها ان مفيش حد عايش ما عندوش كبد دهني. هو المفروض ان الكبد عضو لا يتحمل اكتر من 5% من حجمه دهون، فالطبيعي ان ممكن يغلط 5% دهون، ده طبيعي، ده كلنا وارد يبقى عندنا. لما زي ما انا بتخن زي ما بيجي دهون تحت الجلد، للأسف هذا العضو الرائع جدا المتحكم في كل التغذية بتاعتي بيترسب فيه دهون أكتر من قابليته على تحملها، وبالتالي الخلايا بتتنفخ بأكتر من 5% ونصل ساعات إلى 80% و90%.
وجود الدهون دي تعرقل اولا الوظيفه بتاع الكبد، ثانيا هذه الخليه ضعيفه جدا فتنفجر فانزيمات الكبد تعلى في الدم، وبالتالي هي لغايه النسبه المسموحه عندنا كلنا لغايه 5%، تتعدى ال 5% يبقى في نسبه مرض كبد الدهني. هو ليه كتير؟ لان هو مرتبط بالسمنه ارتباط قوي جدا، فحتى لو في شويه وزن زياده في الجسم لم اصل لمرحله السمنه النسبه عاليه، الناس الرفيعين حتى اللي عنده بياكل اكل من بره كتير، ما بيلعبش رياضه، الرفيعين دول عندهم دهون على الكبد بيحصل. لان هو هي الفكره في الدهون مش بس لازم اكون انا باكل دهون كتيره عشان تترسب، لا، ممكن لو انا مش بلعب رياضه باكل سكريات كتيره، هو الكبد في الاخر ما هو زياده عن حاجتي يخزنه دهون، هو ما بيعرفش يخزن نشويات والحاجة الثانية حقيقة غير بس أكتر من زيادة عن حاجتي، ده لو أنا نزلت وزنا سريعا، وسريعا دي ساعات يخض حضرتك إن الماكسيمم أنا ما أقدرش أنزل أكتر من 1.2 كيلو بير ويك في الأسبوع، لأن أكتر من كده الكبد لا يعلم هو ده عشان أنا بنزل وزنا بيتحرك الدهون من جسمي ولا أنا باكل فيرسبه برضه. فاحنا في كذا حاجة شائكة يعني جدا. النزول السريع عشان كده ناس كتير من اللي بياخدوا حقن السكر علشان التخسيس بيحصل بيعلى عندهم انزيمات الانزيمات بتاعت الكبد بتاعها بالظبط كده. وبرده بعد عمليات السمنه لو في نزول سريع تلاقي انزيمات الكبد بتاعها نفس الفكره. هذا الكائن ضعيف جدا، هو ما يعرفش يفرق حاجه بتاكلي نشويات ولا دهون ولا بتنزلي بسرعه. طب دي بتبان في التحاليل؟ تبان في التحاليل ولا في اعراض بمعنى؟ لا، هي الاعراض لو عاليه الانزيمات بس يعمل اعراض، يعني ممكن حضرتك تحسي فيه كسل، في خمول، فيها مدان، بس ممكن ما لم يصل المرحلة دون انها تفرقع الخليه فما يبقاش في اعراض. ولكن هي الربط دايما بوجود شخص عنده وزن زياده، عنده كوليسترول عالي، عنده دهون ثلاثيه عاليه، عنده سكر. فدايما عندنا احنا نحسبها لينا حسبه كده معادله بسيطه جدا اونلاين بنقدر نقول نصعد بقى، يعني نعمل اشعه ونكمل اكتر ولا لا. بما ان حضرتك جبت سيره السكر نروح بقى لدكتور منال. أي. ونسال ليه مريض السكر بالذات من المرضى اللي هم يعني عندهم مشكله كبيره مع دهون الكبد؟ هو اغلبيه مريض السكر وخاصه المرض النوع الثاني بيبقى عنده دهون في الكبد، لان في علاقه وطيده ما بين البنكرياس والكبد. البنكرياس بيفرز نوعين من الهرمونات اللي بيظبطوا مستوى السكر في الدم، وبيشتغلوا عن طريق الكبد ان هو يطلع الانسولين، الانسولين ده ياخد الجلوكوز يخزنه في الكبد يعمل جلايكوجين. ماده الجلايكوجين دي اللي بتحفظني انا ان انا ما يجيليش هبوط وانا صايمه او في فترات عدم الاكل، بتخلي مستوى السكر في الدم منضبط. تبقى منضبط ومنتظم. في حاله بقى دهون الكبد الانسولين ما بيعرفش يشتغل، وبالتالي بيبقى فيه عندنا السكر ممكن يعلى. الهرمون الثاني المضاد للانسولين اللي بيطلع من البنكرياس برضو خلايا الفا جلوكاجون، ده هيشتغل على الكبد يطلع لي يفكك بقى الجلوكوجين ده ويخزن الترايجلسرايد اللي هي موجوده الدهون الثلاثيه دي ويحولها لجلوكوز في الدم. وبالتالي بيبقى نلاقي عيان بيقول انا يا دكتوره عندي حاجه غريبه جدا، الصايم بتاعي اعلى بكتير قوي من الفطر. طب ما الصايم ليه اعلى من الفطر؟ هقول لك لان الجلوكاجون هو اللي شغال والانسولين مش عارف يشتغل، وبالتالي عنده مقاومه انسولين والانسولين مش عارف يحرق هذا السكر او الجسم يستفاد بيه، والكبد قاعد يطلع جلوكوز في الدم. دي الفكره ما بين الربط ما بين البنكرياس والكبد. طيب هل يا دكتور هنيجي التغذيه دي اهم حاجه احنا جايين لك. دكتوره منى قالت ان ثلاث حاجات ممكن ياثروا على الكبد الدهني، منهم كوليسترول. كوليسترول يعني شرايين يعني قلب. هل القلب وامراض القلب ليها علاقه بالكبد الدهني؟ اكيد. هو بس انا عايزه ابتدي من الاول انه الموضوع منتشر جدا زي ما حضراتكم قلتوا. احنا بنتكلم تقريبا ان تلت البالغين عندهم دهون على الكبد وما يعرفوش، الغالبيه الصحيه ما تعرفش. والنسبه طبعا اكبر حاجه قاتل صامت كده يعني ملوش اللي قاتل صامت يعني ممكن يعني مش لدرجه قاتل صامت، يمكن قاتل في المراحل المتاخره شويه. ولكن هو حاجه منتشره جدا. وامراض القلب الاخرى منتشره جدا. وفي علاقه وطيده ما بين القلب وما بين الكبد، القلب بيأثر على الكبد والكبد بيأثر على القلب. القلب لو هبط او حصل فيه هبوط بيعمل احتقان في الكبد ويعمل مشاكل،
ونفس الوقت الكبد لما بيحصل عليه دهون ممكن ما يأثرش تأثير مباشر قوي على القلب، بس ممكن يعمل ثلاث مشاكل رئيسية. واحدة من المشاكل دي ان هو ممكن يؤدي الى هبوط في عضلة القلب، ودي حاجة يمكن الناس ما تعرفهاش. وتاني حاجة زي ما بيحصل دهون على الكبد نتيجة ان في دهون زيادة في الجسم والترايجليسرايدز اللي هي الدهون الثلاثية بالذات، وفي نفس الوقت برضو الكوليسترول الضار، برضو بيحصل زيادة في تصلب الشرايين عن طريق بقى ميكانيزمات كتير. وتالت حاجة احيانا الناس اللي عندها دهون على الكبد بيحصل عندهم اضطرابات في ضربات القلب نتيجة مشاكل بتحصل في حاجة معينة في رسم القلب. فأنا قصدي في علاقة وطيدة جدا ما بين القلب وما بين الكبد، ومنهم تصلب الشرايين زي ما حضرتك أشرت. طيب عايزين نشوف هل بيبتدي من التغذية؟ يعني ناس كتير جدا يقول لك احنا في الأكل ما بنعرفش نستخدم سمنة ولا زبدة ولا زيت، هل الحاجات دي اللي احنا يعني بتاعت أدواتنا في الطهي هل دي ممكن تكون احد الاسباب اللي بتعمل تكون الدهون على الكبد؟ اه طبعا، نوعيه الدهون اللي بنستخدمها بتعتمد على نوعين، على الكميه وعلى الكيف. يعني النوع الزيت مثلا، نوع الزيت اللي انا بستخدمه زي مثلا الحاجات اللي هي بتبقى فيها دهون مشبعه كتير، زي الزيوت بقى اللي موجوده سوري الدهون المشبعه اللي هي بتبقى زي اللي بتبقى جامده في درجه الحراره، يعني مثلا زي يعني السمنه، زي الزبده والسمنه، زي السمنه زي الزبده، اي حاجه جامده كده دي بتبقى ساتوريتد فات، او اللي هي بقى الترانس فات، الحاجات اللي هي بتبقى متحوله، دهون المتحوله ديت بتبقى مضره جدا. زي او مثلا لو انا قليت في الزيت، يعني انا مثلا لو استخدمت حاجه وقليت، عمليه الفراينج دي نفسها بتطلع ساتوريتد فات كتير جدا، يعني طريقة الطهي كمان مهمة، فديت بتبقى بتضر جدا. غير يعني في بعض الزيوت بقى زي زيت الزيتون ده مثلا، ده بيبقى اسمه مونو انساتوريتد فات، بيبقى احادي التشبع، ده بيعتبر من وجهة نظري وابحاث كتير جدا معمولة على زيت الزيتون انه افضل زيت يستخدم في عملية الطهي. ايوه بس ينفع نقلي بيه؟ ما هقول لك، ما انت بس زيت الزيتون الافضل طبعا اللي هو بيكون بكر ومعصور على البارد، ده افضل نوع زيت، علشان كمان هو ليه خواص مضاده للالتهاب، فهو بيساعد الجسم انه يتخلص من اي التهاب، مش بس ان هو مضر، ده هو مفيد كمان. عشان كده دايما انا بنصح قوي بزيت الزيتون احسن من اي زيت تاني. انواع الزيوت التانيه كلها هي برضو بتعتبر غير مشبعه، بس التكسير بتاعها في الاخر بيعمل مواد بتعمل التهابات في الجسم. كل انواع الزيوت الذره، يعني معنى كده ان حضرتك لا تنصحي ولا بالزبده ولا بالسمنه؟ بصي انا هقول لك حاجه، انا لسه بقول لك ايه الكميه، الكميه مهمه جدا. يعني انا مثلا ممكن اطبخ بالسمنه البلدي بس اخد يعني معلقه صغيره، مش هتضرني. هو بيقول لك يعني كل حاجه باعتدال، احنا لازم نعرف ان احنا لينا كميه محدوده بنستخدمها، البورشن كنترول ده مهم جدا. انا ممكن اكل كل حاجه وجسمي يبقى سليم 100%، فالنوعيه والكميه. يعني انا مثلا السمنه البلدي دي كويسه جدا لانها مليانه بروبايوتيك اللي هي البكتيريا النافعه اللي بتعزز من صحه الجهاز الهضمي، فلو انا استخدمتها بكميه صغيره مش هتضرني خالص، بالعكس ده هي هتفيدني، مليانه فيتامينات ومعادن وحاجات مهمه جدا وبروتين. بالذات اللي هي لو اخذناها في الفورم الاصليه اللي هي الزبده البلدي دي كويسه جدا مع زيت الزيتون. في انواع تانية من الدهون مفيده قوي زي الافوكادو او زيت الافوكادو، المكسرات كلها، الاوميجا 3 اللي بس ما تتحمص. المكسرات ما تتحمص، ما يكونش فيها ملح وكميه قليله بالظبط، تبقى رو، الناس ما تاخدش اللي هو تفتح بقى. وعندك برضو الدهون اللي موجوده في الاسماك اللي هي زي اللي هي الاسماك اللي اسمها الاسماك الفاتي فيش او الاسماك الدهنيه زي المكاريل والسلمون والتونه. بس بتهيألي ما بيبقاش في هنا في مصر السمك تونه، مكاريل تتخيل مكاريل تونه، مش التونه المعلبه، سمك التونه. لا والمعلبه برضو، المعلبه التونه المعلبه فيها برضو، بس هي معلبه. والسردين، السردين برضو مليان اوميجا 3. دكتوره منى، لو احنا رجعنا من الكلام اللي انا فهمته ان فكره الدهون اللي على الكبد ليها علاقه وطيده جدا بالاكل، تمام، في اسباب تانية لو احنا استبعدنا أوكي. الاكل اوكي، علشان مش كل الناس ما نديلهمش عذر زي ما بيقولوا أوكي. كل حد يسمعنا يقول لك انا مليان، طب ما انا اعمل. هل في اسباب تانية لفكره ان ممكن الكبد يبقى دهني ما
من غير ما احنا ناخد بالنا؟ اولا في جين هو متحكم في القصه دي، يمكن في العالم كله متحكم بقوه، في مصر هنا من كتر ما الجين ده عندنا مش طبيعي، اولموس داخلين على تلت المصريين عندهم الجين ده في مشكله. انما الجين ده اللي يخلي لو اتنين بياكلوا نفس الاكل ده يجيله ترسيب دهون اكتر. كذلك لو في وراثيا انا عندي ارتفاع نسبه كوليسترول او دهون ثلاثيه، وده ساعات يبقى وراثي كتير. يس بالظبط كده، ده يعمل كده. عدم الرياضه، يعني حتى لو انا اكلي كويس بس مش بتحرك، الرياضه دي هي مسؤوله عن توزيع الدهون ما بين الكبد والعضلات وجسمي كل اماكن بتخزن فيها والدم، وبالتالي التوزيع تختل. دي كلها تعمل. السكر لوحده يعمل حتى لو انا مش تخينه، السكر مربوط يعني نوع تاني، سكر نوع تاني مربوط، والسمنه مربوط. يس اكزاكتلي. والدهون الثلاثيه العاليه مربوطه، الكوليسترول اللي هو الاتش دي ال المفيد لما ينزل، وده الرياضه بتحسنه لما يوطى مربوط، الضغط العالي مربوط بيه. طيب عشان اربط ده بكلام مع الدكتور هشام، هل لو انا مريض كوليسترول وباخد دواء كوليسترول ممكن يقلل فكره اني ممكن يبقى عندي كبد دهني؟ يعني احنا بنسبه كبيره كمصريين، ده سؤال حلو جدا. احنا عندنا كوليسترول كتير. وناس كتير ماشيين على دواء الكوليسترول كتير جدا، فعلا بيجوا يسالونا نفس السؤال، وده سؤال في منتهى الاهميه. انا بس عايز اشير انه اللي بيعمل اكتر كبد دهني هو الدهون الثلاثيه. اللي هو الكوليسترول. طيب كنا فاهمين ان الكوليسترول والال دي ال الدهون الثلاثيه حاجه مختلفه. الدهون الثلاثيه عباره عن نوع معين من الدهون في الجسم، عباره عن ترايجليسرايدز، مكون من جليسرول وثلاثه فاتي اسيدز او ثلاثه دهون، ثلاث انواع من الدهون اسمها ترايجليسرايدز. احنا كنا فاهمين ان الال دي ال كوليسترول هو الكوليسترول منخفض الكثافه وانواع الكوليسترول ملهاش علاقه قويه بالكبد الدهني، وطلع ان ده مش صح، طلع ان برضه ليها علاقه يمكن اقل شويه من الدهون الثلاثيه، ولكن ستيل ليها علاقه. اللي احنا بنقوله انه دواء كوليسترول، دواء كوليسترول بروبابلي هيقلل شويه حدوث الكبد الدهني، بس مش هيمنعه. واهم حاجات في علاج الكبد الدهني من وجهه نظرنا احنا هو الرياضه زي ما حضرتك اشرت، والاكل طبعا. واهم حاجه السبب الرئيسي اللي هو السمنه، لازم نمنع السمنه. يعني لو احنا طلعنا من الحلقه دي برساله الى الجمهور انه اهم حاجه عشان ما يجناش كبد دهني ان احنا نحاول ما نتخنش، اعتقد دي تبقى من اهم الرسائل اللي احنا ممكن نقولها. فمهم جدا ان احنا نحافظ على وزننا، نظبط اكلنا، ما ناكلش اكل فيه دسم كتير، ما ناكلش اكل فاست فودز، ما ناكلش اكل يسبب وزن زياده. ويمكن نبقى نتكلم اكتر دورة حياة معتدلة. ولسه عندنا تفاصيل كتير وأسئلة كتير، وخاصة مرضى السكر طول الوقت بنشاور على مرضى السكر وخاصة النوع التاني. فهل في تحاليل لازم نعملها علشان بشكل دوري عشان ننتبه قبل ما يحصل أي مشكلة؟ خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حوار. بنجد تحيه مره تانية لكل المشاهدين ولضيوفنا اللي منورينا النهارده، والفاصل ده لازم نسجله علشان ده لا والله كله معلومات، كله فاصل من معلومات كتيره جدا. مرض السكر النوع الثاني يا دكتور منال، باعتبار ان هو مستهدف رئيسي، ايه التحاليل الدوريه اللي يحرص عليها عشان ينتبه ويبقى عندنا فعل استباقي طول الوقت؟ طبعا هو مرض السكر بيمثل في مصر عدد من العيانين حوالي 12 مليون عيان، بنمثل تسع دولة على مستوى العالم، توقع نبقى السابع في 2045. احنا عايزين نبقى سابع في حاجات تانية. ايوه بالظبط كده. فهو المريض النوع التاني ده اول ما بيجي في اول جلسة ليه لازم نعمل فول تشيك اب كامل، اهمها طبعا مستوى السكر في الدم الصايم والفاطر والسكر التراكمي بتاعه وكل انواع الدهون عنده، سواء توتال كوليسترول او الدهون الثلاثيه او ال LDL او ال HDL زي ما الدكتور هشام قال. بنشوف وظائف الكلى ووظائف الكبد كامله، لان ممكن احنا بنكتب ادويه ممكن تاثر على الوظائف بتاعه الكلى او تكون الوظائف فيها مشكله تخليني اروح اختار ادويه دون الادويه الاخرى.
وكذلك وظائف الكبد، يعني ممكن ادي ادويه زي ادويه الكوليسترول ممكن تاثر على وظائف الكبد، فابقى عارفه البيز لاين بتاع العيان بتاعي. وطبعا الغده الدرقيه لازم اشوف الغده الدرقيه للعيان، مريض سكر اكتر من 30 او 35% بيبقى عندهم خلل في الوظائف بتاعت الغده الدرقيه، اكترها ان يبقى في عندهم كسل وحمض البوليك. وطبعا تحليل البول ان ده مرايه ليه بيبين ايه؟ بيبين حاجات كثيره قوي، بيبين اولا لو كان في التهابات او في املاح او يكون في حاجه اسمها كاست كده، يعني فيها التهاب حبيبي للكلى او في زوال. هل لون الميه دليل على شيء؟ جدا. ايه بقى ده لون كان سؤال عندنا في الدكتوراه. ايه اللون ده؟ البول لون اللون المثالي، لو قلنا فيه مثالي، ايه اللون المثالي؟ امبر يلو. امبر يلو هو الاصفر الخفيف يعني. لما يكون لون فاتح خالص زي الميه ده بيشرب ميه كتير او عنده بوليوريا كتير لمرض ما زي السكر، مرض السكر او مرض يكون خلل في الكلى في الاول. لو غامق غامق لا اما ما بيشربش، حسب بقى اللون الغامق. دارك يلو ده معناه انه ما بيشربش، ما يكون سنتريتد يورين. لكن في تي لايك، تي لايك زي الشاي ده بيبقى فيه خلل في نسبه الصفرة في الدم. ومش اي صفرة. جدا تحليل البول جدا، عشان احنا ما عندناش الثقافه دي، احنا بنعمل تحليل دم وخلاص. لا ده هو اساسي اساسي لاي دكتور محترم هيطلب تحليل البول. دكتور هشام، انت حضرتك كنت في الفاصل اللي هو الشيق المعلومات قلت لنا حاجه على الاوميجا 3 وقد ايه ليها علاقه وطيده بتحسين شكل الكبد الدهني، صح كده؟ الى حد صح طبعا. هو الفكره بس ان الدهون الثلاثيه ديت واحده من الحاجات اللي بتنزلها او بتقللها في الدم هي الاوميجا 3. في ادويه تانية اسمها فايبريتس بتستخدم برضو، ولكن واحده من الوسائل الرئيسيه ان احنا نستخدم اوميجا 3 في تقليل، مش 6 ومش 9. اساسا 3 مش 6 ولا 9. بس في الفاصل برضو قلتوا لنا ان لازم الاوميجا يكون مكتوب عليها حاجتين والا ما يبقاش ملهاش فايده. هي الاوميجا 3 المفروض ان احنا نتاكد انها مصدر سمكي، يكون علي مكتوب عليها يعني تكون زي ما انا قلت كده مستخربه من نفس الاسماك اللي قلنا عليها، المكاريل، السردين، السلمون، بتبقى جايه من النرويج كده من بحر الشمال. ايوه انا كمستهلك ولازم مش هقعد اقرا ايه كده مختصر اعرف ان انا اقرا يكون مكتوب على العبوه اي بي اي ودي اتش اي، المادتين دول يبقوا مكتوبين، ويبقى مكتوب على العلبه انها من مصدر سمكي. ويكون يا ريت مصدر سمكي كمان يكون مصدر سمكي كويس علشان ما يكونش نسبه الزئبق فيها عاليه، لان طبعا الاسماك دي بيبقى فيها نسبه زئبق عاليه، فلازم اكون جايباها من مكان يعني يكون البراند نفسه براند موثوق فيه علشان ابقى ضامنه ان انا باخد حاجه ما تتعبنيش بعد كده. طب دكتور هشام برضو قلت عندنا معلومتين هنقولهم، فاحنا في اشتياق لسماعهم. انا بس هستاذن حاجه، انا بس عايز اعلق عشان الناس هتاخد على علتها ان اللي عنده دهون على الكبد يروح يجيب اوميجا 3. لا طبعا، لا ده رايت انا لسه اللي عنده دهون ثلاثيه عاليه وثبتت بالتحليل ان هو ده سبب دهون الكبد ممكن ياخد الاوميجا 3 عشان تنزل الدهون الثلاثيه، وبالتالي ما يحصلش دهون على الكبد. واللي عنده كوليسترول بس حتى الناس اللي عندها دهون ثلاثيه عاليه شويه احيانا في ادويه اخرى ما بتديهاش اوميجا 3. ليه بقى انت ما نديش الاوميجا؟ يعني فكل واحد كل واحد حتى لو مش عيان او مش عيان احنا لنا يعني لازم بنشوفه وبندي، احنا دي مش بريسكريبشن على الهواء. ايوه انت ما نديش الاوميجا، امتى ما يبقاش محتاجين بكل مريض؟ احنا بندي الاوميجا فقط في بعض المرضى اللي عندهم الدهون الثلاثيه عاليه. اوكي. وبنديهم ده كمان بيحسن حاجات تانية مش بس الدهون الثلاثيه، بيحسن احيانا البشره و و و خلاص. فاحنا في بعض الناس اللي الدهون الثلاثيه طلع عندهم عاليه بيبقى عندنا اختيارات، من ضمنها اول حاجه ان انا ابتدي بتظبيط الاكل وان انا اتاكد ان مفيش اسباب ثانويه اخرى. ان الناس واحده من اهم اسباب تظبيط مثلا الدهون الثلاثيه ان اللي عنده سكر يظبط سكره، لما يتظبط السكر الدهون الثلاثيه تتظبط. تاني حاجه ان اتاكد ان الغده الدرقيه مثلا
ما فيهاش مشاكل، لان برضو واحده من الحاجات فيها مشاكل اخد الدواء تصحيح الغده الدرقيه، الغده قبل ما تاخد العلاج، قبل ما اخد مادي علاج دهون ثلاثيه. يعني في بعض الناس اللي عندهم مشاكل كلى، عندهم مثلا حاجه اسمها نيفراتيك سندروم، برضو بيكون عندهم مشاكل في الدهون وفي الكوليسترول وكده، فتصحيح السبب هو اهم سبب ان احنا نعالج. نيجي بقى بعد كده لوسائل اخرى، ان انا لو تخين اقول له خس، اقول له ظبط اكلك، العب رياضه واتحرك، الخ الخ. وبعدين يجي مرحله الدواء. في مؤشرات عندنا تخلينا ندي دواء، وفي احيانا واحد ما عندوش اي حاجه خالص اقول له لا، نجرب 3 ل6 اشهر تظبيط اكل وتخس وكده، واذا كان عنده سكر يظبط سكره، وبعد كده نفكر في الدواء. الادويه، في ادويه زي الفايبريتس، وفي طبعا ادويه اللي هي المجموعه اللي دايما بنستخدمها اللي هي الاستاتنز. الاستاتنز دي واحده من اهم الادويه اللي بنستخدمها لما يكون واحد عنده قصور شرايين او عنده مشاكل كوليسترول عالي، ولكن ثبت كمان حتى في الناس اللي عندها دهون ثلاثيه عاليه، اما بنديهم استاتنز بيتحسنوا على هذه الادويه. نمره 2، في بعض الناس ما بيتظبطوش لا على الاستاتين لوحده، فنبتدي نفكر ان احنا نديهم. والاستاتين ده اسم دواء؟ لا، ده مجموعه من الادويه بقى ليهم اسامي، ريزوفاستاتين اتورفاستاتين، ودي اسامي علميه اللي انا بقولها. فبعد كده احيانا الواحد ما يتظبطش على هذه على الحاجات اللي احنا ذكرناها، نبتدي نفكر بقى هل ندي اوميجا 3 او ندي حاجات تانية، مجموعات تانية زي فايبريتس. خلاصه الكلام ان الاوميجا 3 منها حاجه ريليتيفلي ناتشرال او حاجه شبه طبيعيه، فاون ذا شيلف زي ما حضرتك بتقولي، فده بيخلينا اكثر تحمسا احيانا ان احنا نديها. وكان في ظهرت بعض الدراسات من كام سنه اظهرت ان هي بتحسن حاجات كتيره في القلب، وبالتالي كانت في الارشادات العالميه ابتدت تعلى ونستخدمها. انا لغايه اما ظهرت دراسه تانية راحت ايه نازله شويه. طب دكتوره منى، حضرتك برضو في الفاصل كنا بنتكلم على ان احنا كبني ادمين محتاجين نرجع نظبط تاني اكلنا. تمام. بدايت تقريبا هو الاقوى حاليا. ف ايه هو الدايت اللي من وجهه نظر حضرتك ممكن ان احنا نتفادى فكره ان اولادنا يطلعوا بكبد دهني مثلا؟ اوكي، بص حضرتك، هو الدنيا كلها بتتقلب دلوقتي على الاصول بتاعتنا، اسمه حميه شعوب البحر الابيض المتوسط. شعوب البحر الابيض المتوسط دي احنا اسبانيا، فرنسا، تركيا، واتيفر. احنا هي الفكره ايه؟ كان زمان لو حضرتك ترجعي للمعابد ورسومات المعابد قدماء المصريين، الشعير والقمح والصوامع بتاعتهم دي اساسيه. السمك ده الرئيسي في اكلهم. الوز اللي شايلينه ده ممكن كل فتره، والابقار كانت طرعه اكتر للحرث ولكن ليست للاكل. ده دي الفكره، ان حبوب السمك وحبوب سمك وحبوب، خضار وفاكهه كتير. البيض واللبن يبقى بصوره يوميه زي السمك، والفراخ واللحمه هي اللي تقل كميتها، واي حاجه مصنعه تيجي قليل قوي مره او مرتين في الاسبوع، ده لو حضرتك نفسك فيها. ومصر ما كانش فيه حاجات مصنعه لحد فتره قريبه يعني. الحاجه الثانيه، من وجود اشجار زيت الزيتون، اشجار الزيتون الكثيره اللي كانت في مصر زمان ودلوقتي موجوده في جنوب اوروبا ناحيه البحر الابيض المتوسط، زيت الزيتون اكتشفوا ان كل الزيوت بيحصلها حاجه اسمها ريفايننج، دي كيميكالز بتتحط عليها عشان تبقى كلير زي ما حضرتك بتشوفيها. دي بيحول الاوميجا 3 و6 و9 فيها الى حاجه اسمها دهون متحوله، فبتبقى فيري دينجرس. لقوا الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش الدهون المتحوله دي هو الاكسترا فيرجن اوليف اويل معصور على البارد، والفيرجن اوليف اويل والزبده البلدي. دول الثلاثه اللي امان، وبالتالي استخدامهم امن ولكن تقنين الكميات. الحاجه الثانيه بس اللي نقولها، ان كتير جدا موجود في الماركتس الكبسوله 3 6 9. ايوه بليز، دي مضره للكبد بتاعتنا جدا. يعني في حاجه ناخد اسمها ثلاثة بس. نحدد انا دي انا في كلام عن اوميجا 7 حتى الان لا يثبت شيء غير 3 6 9 دي. 6 المفيد منه اللي موجود في الالبان والابقار اللي بترعى والفراخ اللي بتاكل في الارض، البيض واللبن بتاعها. اللي موجود في كل الكبسولات 6 حضرتك بتاخديه حاجه اسمها ارتفيشالي كونجيجيتد، يعني مصنع، ده مضر، ده بيعمل تحسس انسولين. اوميجا 3 يعني ايه؟ ولازم يعني بتوصيات دكتور مقاومه انسولين، يبقى الانسولين مش شغال كويس فتظهر مشاكل السكر والكبد والدهون. عشان كده هو اوميجا 3 فقط، فيش من سمك، نشوف الكونتنت بتاعته اللي هو الاي بي اي والدي اتش اي، وكل ما كانوا اعلى كل ما كان افيد.
لناس كتير معتقده ان الاوميجا 369. ايوه بالظبط كده. فاحنا 369 ومفيش حاجه ودول افيد حاجه. اه وكل ما يزيد الرقم اللي عليها كل ما يكون كتير بقى. ايوه لكن احنا دلوقتي اتعلمنا ان 3 بس. طيب يا دكتوره رانيا، ايه الاكل المناسب للناس اللي عندهم دهون كبدي او لاتجنب ده؟ وهل القهوه والشاي والحاجات دي ضاره للكبد الدهني؟ بصي، هو الاكل طبعا زي ما احنا قلنا اهم حاجه ان احنا ما ناكلش حاجات فيها سكر، نبعد عن السكر، نبعد عن الدقيق الابيض بكل يعني مشتقاته بقى، العيش، الكرواسون، الباتيه، الحاجات ديت كلها، المخبوزات كلها، المكرونات. اه البلدي ممكن طبعا. نتجه اكتر للحاجات اللي هي الحبوب الكامله، الحبوب الحبه الكامله، يعني زي ما مفيده بتقول كده، العيش البني اللي هو بيبقى من ايه؟ من قمح كامله، بيبقى عشان كده بيبقى لونه بني عشان هو من قمحه كامله. انا ممكن اكل عيش بلدي. ماشي. العيش البلدي. العيش البلدي. العيش البلدي خلي بالك. انا باكل العيش الصغير. ما هقول لك في معظم الافران العيش بيبقى داخل نسبه دقيق ابيض كبيره مع العيش البلدي. لازم عشان تاخدي عيش بلدي ما تقصريش على مستوى السكر، لازم تتاكدي ان هو بني كامل فيه رده بحبه كامله، تقولي يعني بيبقى لونه بني غامق شويه، غير التاني اللي ابيض اي حاجه مبيضه شويه ده. بس في شويه رده اقول لك ده عيش بلدي. بالظبط. وطبعا بالنسبه لازم برده نهتم ان احنا زي ما قلت ان احنا ما يبقى لو في سمنه لازم ننزل الوزن وننزله بالتدريج، لان نزول الوزن بالتدريج ده اهم حاجه في الحفاظ على الكبد الدهني. واهم حاجه طبعا ان احنا ناخد في بعض الاكلات ونهتم بالخضار اكتر حاجه، لان الخضار مليانه كل انواع مضادات الاكسده اللي موجوده عندنا. برضو في عشبة مهمة جدا برضو دي على مر السنين من زمان جدا، اللي هي اسمها عشبة شوكة اللبن. شوكة اللبن دي اللي بيطلعوا منها مادة السيليمارين. دي حاجة طبيعية. دي موجودة في ايه مادة السيليمارين؟ السيليمارين يعني سبورت للكبد، دي ليفر سبورت بطريقة طبيعية. يعني دي للناس اللي هي مثلا عندها ممكن شوية دهون على الكبد بس لسه ما أثرتش ووصلت. هي طبعا حاجة طبيعية يعني للناس اللي هي ايه ممكن عايزة تحافظ حتى على الكبد. هي بتشوكة دي دي من عند العطار موجودة، أو تابلتس موجودة، تابلتس السيليمارين تابلتس موجود في الخرشوف. موجود في الخرشوف. نقول له شوكة لبنية خرشوف. هو موجود في الخرشوف وموجود في الـ وموجود برضو في الـ هي شوكولات، وموجود وبرضو في بعض الاعشاب تانية زي الهندباء برضو بتبقى كويسه لدعم الكبد. في الكركم، انا شايفه ان مشروب الكركم ده من اهم الحاجات اللي بتدعم بتعمل ليفر سبورت علشان هو مليان انتي انفلاماتوري. طب الكركم ده احنا عارفينه سهل. الكركم ده انتي انفلاماتوري، خضار وفاكهه كتير، حبوب كتير، ده اهم حاجه. معدل نزول الوزن، معدل نزول الوزن الحاجة تمام. المهمة جدا النوم، تكار. أيوة بس إيه الحاجة اللي أنا أحافظ بيها على الكبد؟ هقول لحضرتك حاجة، خلينا وصفة سهلة ولطيفة. It's a lifestyle. يعني إيه؟ يعني أولا أنا بتابع نظام الأكل زي ما قلنا كده، حبوب كتيرة، خضار كتير، والأسماك هي الأكثر، والبيض واللبن والأقل اللحوم. ثانيا بنام من 7-8 ساعات بالليل. النايت سليب ده مهم جدا 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 عشان البكتيريا بتاعتنا اللي في جسمنا اللي بتحافظ على الكبد. ومش داي سليب، نايت سليب 8 ساعات، 7-8 ساعات. الانترميدنت فاستنج الطبيعي، which is ايه الطبيعي؟ ان الجسم بيبطل يحرق بعد المغرب ويحرق كويس جدا من الشروق، فابدا اكلي بدري وانهي عند اذان المغرب. الناس بتعمل اباد انترميدنت فاستنج which is انا صايمه طول اليوم وباكل طول الليل 4 ساعات انا بصوم 20 متاخره. نمت الساعة 2، ينفع اكل لحد الساعة 11؟ خلينا نطلع فاصل ونرجع عشان ده حاجة مهمة جدا. نشوفكم بعد الفاصل. بنجد تحية لكل المشاهدين. بنتكلم عن الكبد الدهني وتأثيره، واكتشفنا ان هو يعني احنا النظام حياتنا كله ممكن يودينا ليه او ينجينا منه. دكتورة، كل المصريين اغلبهم ما فيش فكرة الغداء قبل المغرب دي. احنا الناس متقطع نتيجة معجوز. لا، نتيجة طبيعة العمل وبتاع ممكن ناكل 8-9-10-11. فدول ايه؟ هي عايزة اجابة. لا، يبقى على الاقل الاكل اللي حضرتك هتضطري تاكليه متأخر هو مفهوش دهون
وكميه النشويات الاحاديه فيه اللي هو الرز المكرونه ده الاقل. يبقى حضرتك تقلبي يومك، بمعنى انت عايزه تقولي لي هتغدى الساعه 7 8 بالليل، اوكي 10 11 11، هقول لحضرتك ما ينفعش تصومي كل ده وتاكلي، لان ده كله هيبقى ستورد اتخزن، الجسم مش بيظبط نفسه، ربنا خلق الهرمونات بتاعتنا كده لينا ساعه بيولوجيه. عايزه تحافظي على نفسك، يو ماست ميك ا سناك طول اليوم، بحيث ان انت لو هتضطري تاكلي هتاكلي خضار فاكهه حبوب كتيره هي دي، وهتبعدي عن فكره الدهون بالليل. ده لو حك اقل الضرر زي ما بيقولوا، بس ذس از نوت ذا بيست. انا ممكن اتغدى الساعه 5 بس كده، بالظبط كده، ولو انا جوعت بالليل اكل فاكهه هي دي تمام. والبرتقال جميله اهو جايه، بس في ناس موزه يعني موزة. طبيعه شغلهم بيخليهم بيروحوا متاخر فبيبتدوا ياكلوا متاخر، ما عشان كده هتلاقي هي ويس. الناس دي اللي كان نوت تشينج ذير لايف ستايل، هو دي اللي الناس اللي حتى لو لقيتيها يبقى لازم نظبط عندها فاتي ليفر بارت. ده حقيقي. حضرتك كنت بتشاور على حاجه مهمه جدا، التدخين. هي المشكله ان التدخين زي ما بيأثر على القلب سلبا في نفس الوقت بيأثر على الكبد، ويمكن الناس يعني مش واخده بالها قوي من النقطه دي، ويمكن هو مش من اهم الاسباب، مش زي مثلا الوزن الزايد او الدهون اللي في الدم، ولكنه برضو واحد من الحاجات اللي بيشار اليها ان ممكن تزود نسبه حدوث الكبد الدهني. وبالتالي زي كنا بنتكلم على اللايف ستايل موديفيكيشن، او ان احنا ازاي نحسن نمط الحياه، فزي ما الاساتذه قالوا لازم مهم جدا ان احنا نخس، او اولا ما نتخنش، وتاني حاجة نلعب رياضة ونتحرك. وطبعا مش كل الناس وصفة الرياضة ليهم مش زي بعض كلهم، لازم ده depending هو عنده مشاكل في القلب او عنده مشاكل في حاجات تانية ولا لا. وتالت حاجة ان هو يحاول يضبط اكله، ما ياكلش اكل. طبعا يعني كذا مرة اثناء البرنامج اشرنا انه في حاجات معينة ضارة جدا زي السكر المباشر وزي الزيوت المهدرجة، ويمكن مثلا الناس مش واخده بالها. احنا انا ما باجي يجي لي مريض بتكلم معاه بقول له ممكن تاكل فول وعليه شويه زيت زيتون، بس مش مفضل انك تاكل طعميه مثلا مقليه وقاعده في زيت مقدوح. ده ليه؟ لانه ده بتبقى زيوت مهدرجه بتعمل مشاكل كتير. فالرياضه وعدم التدخين وكل الكلام اللي احنا قلنا فيه ده في منتهى الاهميه، وفي نفس الوقت هو ده اللي بيحافظ على يعني اور بوكيتس او جيوبنا. ليه؟ لانه الرياضه حاجة فري، يعني لو مشيت مشوار ولا بتدفع مليم ولا بتعمل أي حاجة. نعم 150 دقيقة في الويك، 30 دقيقة عشان يبتدي الحرق. لا هو 150 دقيقة في الأسبوع، 150 دقيقة في الأسبوع. ويقول لحضرتك هي إمتى هتحرقي؟ لو هتيجي في لقطة يو كان نوت كومبليت سنس، أنا مش عارفة أقول جملة، هي دي اللقطة اللي بحرق فيها كويس جدا، ولكن قعدتنا كلامنا تلفزيون كل ده بيحسب في توتال الكالوريز بتاعتي اللي أنا بحرقها. كل دي انواع من الرياضه، ولكن ذا بيست اللي هوصل فيه انا مش عارفه اقول لحضرتك جمله على بعض. سيبيني اخد نفسي، هي لقطه سيبيني اخد نفسي، تعرفي ان انا في اعلى معدلات حرق. بس اللي هو بعد ساعه وساعه ونص حسب كل واحد، ممكن نمد او اطلع السلم ويحصل لي كده بعد دوري. اوكي. وعشان كده بيسموها يعني مودريت ليفيجرس اكتيفيتي ولا لا؟ انواع الاكتيفيتي. في حاجات ايروبيك اللي هي زي المشي والسباحه وكده، وفي انواع تانية بلعب مثلا بوش ابس او كلام من ده اللي هي الايزومتريك اكسرسايز. انواع لو يعني لو حد في البيت عنده سلم ده بقول حاجة، احنا ساعات اقول لهم سلم الحمام، عارف لو عندك عتبك تسلمها كده. الناس اللي عندها مشاكل في ركابها عشان سمينه جدا وهي مش عارفه تتحرك، فتقول لها تمشي. لا بس حك، يا اما تمشي حوالين السفره يا تطلعي السلمه وتنزليها اللي عندك، او تطلعي السلم وتنزليه لو قدرتي 5 6 مرات ورا بعض. وكل ما كل ما هتنزلي وزنا كل ما هتقدري تعملي مور، فابدئي بالراحه ما ترهقيش نفسك، ما نعرفش في ايه تاني مشاكل صحيه عند حضرتك غير السمنه. وكل ما هتنزلي وزنا كل ما هتخففي الحمل كل ما هتقدري تعملي مور رياضه. طب الاعشاب اللي حضرتك قلتيها يا دكتوره رانيا، كنا بتقولي في الفاصل ان مش اي حد ياخد الاعشاب دي عشان الناس ما تروحش. لازم اي اعشاب او اي دواء عموما او اي حاجه في النظام الغذائي بريسكرايبد او مكتوبه، زي حتى الاوميجا 3 اللي قلناها او السليمارين او كده، لازم يكون تحت اشراف طبي. كل حاجه من الحاجات دي زي ما ليها فوائد ليها اضرار وليها موانع استخدام لامراض تانية. طب فما ينفعش اي حد ياخد اي حاجه، لازم تحت اشراف طبي. طب دكتور رانيا، لو انا شخص عايز يخس بس مش بيحب السمك، ودي حقيقه انا من الشخصيات ما باكلش سمك ولا جمبري ولا كابوريا ولا سمك عموما،
ايه بقى؟ طيب في يعني زي ما قلنا لو انت بتاخديه تعوض ازاي؟ ممكن تعوضي عن طريق السبلمنت، عن طريق الاوميجا 3 نفسه، الكبسولات اللي بنقول عليها ده بس برضو تحت اشراف طبيب. لو عايزه تخسي في بقى ممكن ناخد صدور الفراخ، اللحمه اللي هي اسمها لين ميت او اللحمه من غير دهون، هي مثلا زي صدور الفراخ او صدور الديك الرومي او لو هو لو الشخص مش عايز لا ياكل الفراخ، هو مش نباتي، امال ايه؟ بس هو ما بقاش بيحب. ناس كتير بقت هقول لك حاجه، هو بيتكلموا كده، البروتين مهم جدا جدا لصحه الكبد، مهم يعني مهم لدعم صحه الكبد، فلازم ناخد جزء بروتين في اليوم علشان صحه الكبد وصحه العضلات، فهو مهم قوي. يعني لو مش عايز تاخدي بقى البروتين من مصادر حيوانيه، ممكن تاخديها من مصادر نباتيه، البقوليات مثلا زي الفول، اللي ما فيهاش كوليسترول، الفول اللي هي المصادر النباتيه. المشروبات اللي هي بتبقى فيها بروتين بتتاخد مره واحده في بروتين باودر، بس مش باودر، في مشروب كده دي سبلمنت، دي سبلمنت. بصي يا مفيده، احنا البروتين احنا لينا ريكويرمنت في اليوم لكل بني ادم على حسب برضو نوع الرياضه او المجهود اللي بيعمله. الانسان الطبيعي خالص بياخد 0.8 يعني 0.8 جرام بروتين لكل كيلو جرام من جسمه. يعني أوكي. يعني مثلا انت لو وزنك 75 كيلو هتضربي 80 كيلو، هتضربي ال 80 في ال 8 قولي ممكن واحد، يعني 80 جرام ليكي 80 جرام بروتين في اليوم. 80 جرام دول بتاخديهم على مدار اليوم من مصادر مختلفه، بيضه ليكي. بصي لو واحد انسان طبيعي ممكن يكون فيه لغايه بيضتين في اليوم، ممكن لو انسان عنده كبد دهني احنا بنلجا برضو نمشي على الدايت اللي هو الميديترينيان دايت دوت، اللي احنا ليكي اب تو 4 بيضات في الاسبوع، يعني تاكلي يوم بيضه وتفوتي يوم، تاكلي يوم بيضه وتفوتي يوم. واللي بياكل البياض البيض مش صفار البيض، بياض البيض دوت فيه، بصي صفار البيض مهم وبياض البيض انا باكل بياض البيض بس، البياض والصفار الصفار مهم مش عشان الصفار فيه كوليسترول، فيه كوليسترول بس احنا محتاجين برضه كوليسترول، وفي ماده الكولين، ماده الكولين دي مهمه جدا لدعم الكبد، موجوده في البيض وبعدين هي الدكتور قايل لك يوم ويوم فهنمشي هنبقى في ستيف سايد، هناكل بيضه يوم ويوم لا، للناس اللي هي بتشتكي اللي عندهم الكوليسترول عالي في الدم او عندهم ال 80 جرام بروتين اللي حضرتك بتقوليه. انا باكل بيضه كل اربع ايام، يعني في الاربع ايام 4 بيضات في الاسبوع، 4 بيضات في الاسبوع. ايه تاني تعويض للحمه والفراخ؟ ما بقول لك ممكن تاخدي بقى البروتين من البقوليات بقى، واللوبيا، الفاصوليا، البازيلا، كل البقوليات، العدس، الفول، كل البقوليات داخل فيها نسبه بروتين. عندك برضو فول الصويا بيعملوا منه حاجه اسمها توفو، التوفو ده برضو شرق اسيا بيستخدموه بدل اللحمه، بيقطعوه المشروم، التوفو، كل دي بتبقى على فكره النصايح، يعني من غير قطع كلامك، النصايح بالنسبه للاكل هي بتنقسم الى كميه ونوعيه، والكميه دي كمان موزعه في اليوم. ويمكن من ضمن اهم النصائح ما تستخدمش طبق كبير وانت بتاكل، انا بعمل كده، خد طبق صغير خلاص. تاني حاجه يوجوالي مع المرضى بتوعنا او حتى الناس الاصحاء نديهم حاجات يقدروا يفهموها، ما بنقعدش نقول لهم يعني حاجات طب ممكن فول. مثلا اتكلم فول. مثلا على كميه الرز اللي هو هياكلها، او المكرونه تبقى على قد مثلا كبشه ايدي، او اقول حاجه على قد علبه كبريت، او انا قصدي بنستخدم بعض الحاجات اللي تساعدهم ان هم يعني تو ميمورايز، مش قصه ان انا اقعد اديهم. اللي انا عايزه بس اكد عليه حضراتكم ووجودكم الاربعه، اي حد بيسمعنا عنده مشكله كبد دهني ممكن يتعالج طبعا لو بدري، لا هو ممكن لو بدري لا هو ممكن يريفرس تماما، يعني ممكن اللي عنده كبد دهني ده يختفي خالص، لان هو الكبد الدهني في اوله بيحصل ان الدهون بتدخل حوالين الخلايا وليس جواها، وبالتالي ممكن في اول يعني ممكن الموضوع ممكن نتفادى دخولها فممكن اصلا الخلايا ما تتدمرش، فممكن تبقى كومبليتلي ريفرسبل. شكرا دكتور هشام. دكتور رانيا في نص دقيقه، دكتور منال نصيحه اخيره. اهم حاجه الوزن بالنسبه للكبد الدهني والنظام الغذائي والرياضه، دول الثلاثه المهمين. دكتوره منى، اللي عنده سمنه او سكر او دهون عاليه من فضله يعمل صوره دم كامله وانزيمات كبد ويروح لطبيب، الطبيب ده بيحمل حسبة على الموبايل يقول له هيصعد يروح لاستاذ كبد او دكتور كبد ولا نكتفي بكده.
دي مهمة جدا. 70% من المصريين عندهم دهون كبد، 20% من اللي وزنهم طبيعي عندهم دهون كبد، بيعمل تليف كبد وبيعمل سرطان كبد، فلازم ننتبه لهذه الحاجة. لا شيء، ربنا يستر ان شاء الله. ان شاء الله معلومات مفيدة جدا، بنشكركم ميرسي جدا جدا، استفدنا كتير 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 من حضراتكم. تحياتي لكل مشاهدينا، ونشوفكم بكرة ان شاء الله وحلقة جديدة. شكرا دكتور هشام، دكتور رانيا، دكتور منال، دكتور منى، شكرا لكل مشاهدين، ربنا يمتعكم بالصحة، دمتم بخير، ونشوفكم على خير، وبكرة يوم جديد والستات على النهار.